وانت حضرتك بتدفع العربية وانا بدفع الولاد في المدارس. مشاركة. شراكة اقتصادية اجتماعية موجودة النهاردة يستدعي الامر انك انت تعرفني انت رايح فين وجاي منين. يبقى لابد ان القانون يلزم الرجل الزاما شديدا بانه لابد من اختارها علشان. هو ملزم القانون. لو سمحت. لحظة لو سمحت. لو سمحت. ده امر. الامر الثاني انت لخبطتني دلوقتي. لا 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 بدأ شغل لا 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 مش حاجة شغل ولا حاجة أنا أتمنى على ما تهدى ما الأمر لا لا ده مهم جدا بس صح لحظة يا أستاذ أصل الأستاذ الفاضل خلط عنده خلط في الفهم بس أنا لحظة لا أنا هكمل كلامي لا كمل من فضلك لا اسمعني بس لا يا فندم مش هسمع مش هسمع أنا مش هسمع عنده خلط بين أنا هسمع عقد مدني وعقد شرعي إنه كانوا يعملوا موظف حكومي يبقى أصبح عقد مدني وكانوا يعملوا شيخ أصبح هذا خلط في المفاهيم ده بعيد عن العلم حضرتك رضيت عنه أكمل مش الامر الثاني ان هناك اشتراطات انا كمان لا لا هسمع حضرتك هناك اشتراطات في العقود النهارده يستدعي الامر فيها ان لابد من اختيار الزوجه ده مش كده وبس ده انا عايز ان القانون الجديد يحمي المجتمع من هذا التغول او تغول الرجل في الزواج من اخرى ما لم يحدد القاضي ويصرح له بالزواج من اخرى ليه لانه النهارده المجتمع بيتضرر ضرر شديد جدا من الزواج من اخرى انا ما عنديش مشكله مع الرجل الغني ان يتجوز واحده او اتنين ويجيب اولاد صاحب الامكانيات انا مشكلتي يا فندم مع الفقير اللي بيطلق نفسه يطلق لنفسه العنان في الزواج من واحده واتنين وثلاثه ويرميني في الشارع ولاد لا بتتعلم ولا بتاكل كويس ولا بتشرب كويس وبيطلعوا ارهابيين وحراميه ومتسولين في الشوارع كيف يمكن للدين ان يقف حجر عثره ضد مصلحه المجتمع فاذا كان هناك مصلحه للمجتمع تستدعي ان احنا نقيد هذا الحلال وان احنا نقيم قاعده قانونيه اخرى تضمن سلامه المجتمع لماذا لا؟ ليه احنا مصرين على انه ربنا اعلم بشؤون دنيانا؟ لا يا فندم واحنا ايضا اعلم بشؤون دنيانا ده كلمه خطيره اللي انتهى فيها